اخر وزير لما قامت الثوره عليه ده اسمه احمد سليمان. سليمان. يقال انه عين في اخر يوم عمل له 45 او 50 واحد من بلده. يعني هم حطوا برضو طول السنه الكبيسه دي السنه السوداء على دماغهم، حطوا قدر كبير جدا من الاخوان مش في وزاره العدل بس. هو احمد سليمان كان وزير، كان اخواني؟ اخواني؟ ما انا بسال. هذا كان يجلس وزير. كان يجلس عند اقدام المرشد يعمل مدلكا. نعم. كان يجلس عدل. تحت طبعا. كان بيعمل كده؟ طبعا. بيدلك رجلين المرشد؟ طبعا. طبعا. سيادة الوزير حضرتك بتقول؟ انا بقول حضرتك كده وكلام انا مسؤول عنه. كلام انا مسؤول عنه. ده اللي لما رشحت الوزارة قال لك الزند لو جه وزير هتبقى سنة سودة على مصر. لا، هي التعبير صحيح بس سنة سودة عليهم هم كتيار استقلال وكإخوان. عمرها ما تكون سنة سودة على مصر لأن أحمد الزند مصري حتى. العبارة نفسها قالها هشام جنينة. يعني قال حاجة قريبة من كده. أسوأ إيه أو حاجة بالمعنى ده. هم حسوا إنه اختيار حضرتك وزيرا للعدل أو تعيين حضرتك وزير العدل هيبقى مشكلة بالنسبة لهم. طبعا. إن حضرتك كاشفهم. طبعا. فبتقول لحضرتك المستشار أحمد سليمان اللي كان وزير العدل في عهد جاسوس مرسي كان يدلك أقدام أو قدمي المرشد. طبعا. معلومة. طبعا. والراجل اللي كان جالس عنوة أو اغتصابا على كرسي رئيس الجمهورية كان لا يجلس إلا إذا أمره المرشد بالجلوس.